تلاوة القرآن الكريم. أستاذ في أي رواية؟ ورش من خارج الأصبعين. طيب، هذه رواية ورش عن طريق الأصبعين. سمعنا إلى قراءة قالون ثم عند حفص، والآن قراءة الورش عن طريق الأصبعين. كذلك قراءة ممتعة إن شاء الله. فليتفضل مشكور منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. السكينة في قلوب
وَرَبَّ